السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله بغينا نتكلموا على البروجيكتور بيسين، يعني الضوء اللي يمكن لك ديرو في لا بيسين اللي كيكون غاطس في الماء كما كتشوفوا معنا. هذا بروجيكتور بيسين فيه 25 واط وفيه اللوانات، كيف ملون ار جي بي، ترانسفو ديالو اللي كيخدم حيت اوبليجي اي بوله درناها في لابيسين خاصها تكون 12 فولت، يعني ميمكنلاش تكون 220، لان لابيسين كنعومو فيه كنستعملو الماء، ومن الخطر اننا نستعملو 220 في الماء، يعني ضروري خصو يكون ترانسفورماتور ديزونمون اللي كيعطينا 12 فولت اللي ما عنده حتى شي ضرر على الانسان. البروجيكتور هو هذا كما كتشوفو، الشكل ديالو مزيان، ما خارجش بزاف على الحيط، هذا كيركب فوق الحيط ابارون، كاينين وحدين اللي كيركبوا اونكاستري في الحيط، ولكن هاد لا سوليسيون هادي مزيانه، معاه واحد الكابل يعني خاص ديال الماء كحل كاواتشو اللي كيتسمى، رطب بزاف ما كيدخلوش الماء. هادي السيبوره اللي شفتو ديال باش كنفيكسيو البروجيكتور في الجليج. هادي التيليكوموند ديالو، يعني من هنا يمكن لك تطفيه وتشعلو، ويمكن لك تبدل اللوان، ويمكن لك تفيكسي الكولور اللي بغيتي، اللون اللي بغيتي تفيكسيه، يعني تخليه شاعل لي شوفي بخلاص باش كنشدوهم في الجليج. الان نشوفو ان شاء الله كيفاش نشغلو هذا البروجيكتور. كناخدو 220، كنجيبو هذا الترانسفورماتور، كندخلوه في الترانسفورماتور، والبرونشمون ديالها سهله بالنسبه ل 220، حيت الترونسفور هذا يمكن لك تدخلو 380، يمكن لك تدخلو 220، ما كاين تمايا واحد الزيرو، واحد الخيط كنديروه في الزيرو، واحد كنبرونشيوه فين كاينه 220، هو هذا. هنا غادي نحطو الكابل فلونطري ديال الترانسفورماتور اللي غادي يعطينا، اللي غيدخل 220 يدخلها للترانسفورماتور، واحد كنديروه كما قلت، واحد كنديروه في الزيرو، وواحد كنديروه في البلاصه في المكتوبه 220، هاد الجهه الاخرى فيها 380، الا كان عندك 380 يمكن لك تستعمل الجهه الاخرى. الجهه اللي كتشوفوا معنا 0220 هي لونطري اللي فيها 220 فولت، كنصيريو مزيان، يعني هذه تجربه فقط، ما غاديش نورمالمون خصنا نستعملو دي زومبو، هما اللي كيجمعوا لي كابل اللي هما السوب اللي فيهم ملتي برين، خصهم دي زومبو باش ما كيديروش دي موفي كونتاكت. ما غاديش نشدو مزيان لان هذه فقط تجربه، يعني نحاولوا اننا نثبتوا الخيط في هذيك لونطري ديال الترانسفورماتور. والحاجه اللي زوينه في هذا الليد بالنسبه لي بروجيكتور بيسين هو ما فيهمش البويسونس بزاف، يعني ترانسفو صغير ممكن يخدم لك واحد 3 ولا 4 البولات، ماشي بحال الترانس لي بروجيكتور القدام اللي كان فيهم 300 واط، كان اوبليجي ان كل بوله خص دير فيها ترانسفورماتور ديالها. دابا فهاد مع لا سوليسيون ليد يمكن لك دير ترانسفو واحد يخدم لك لي بروجيكتور كاملين. هادي لا سورتي، عاوتاني غادي نديرو الكابل في الزيرو وفي الدوز، زيرو دوز، حيت كاين ال 24 وكاين ال 48 في لا سورتي، على حساب كل واحد وشنو كيستعمل، يعني الترانسفورماتور عنده مجموعه ديال الاستعمالات، يمكن لك تستعملو في 12 فولت، ال 24 فولت، وفي ال 48 فولت. غادي نشدو ان شاء الله في البلاصه فين كاينه 12 فولت. و نصيريوه مزيان. خلاص كما قلت لكم هذه تجربه بالنسبه في الخدمه، الترانسفورماتور كيكون في البلاصه ديالو، يعني بعيد على في لوكال تكنيك،
ما كيكونش قريب للماء ولا شي حاجه، كيكون بعيد. الخيط هو اللي الخيط اللي كيجي لابيسين البروجيكتور كيكون دايز سوتيرا. الان نحاولوا نشغلوه، بس كاين واحد الخيط ما راكبش مزيان. الخيط احنا نركبوه فاصيل باش يدوز لنا الكورون. ديال هذا هو البروجيكتور 25 واط اس ام دي، كونسوماسيون 25 واط، يعني مزيانه. ويمكن لك تخليه شاعل، ما كاين مشكل في الليل، في الصيف ولا حاجه، الانسان كيبغي الضوء بالليل كيشعل كما كتشوفوا معنا. راه فيه لي كولور، حنا غادي نحاولوا نبدلوا الالوانات باش نشوفوا نتعرفوا على الالوانات اللي كاينين. هما ما كتشوفوا معنا، يمكن لك تبدل بالتالي كوموند. هذا الاحمر راه مع التصوير ما كيبانش مزيان، كنا هذا الغوج، هذا الزرق، هذا ملتي كولور، كيتخلطوا اللوان فتره حتى هذا الزرق. كاين الزرق والاخضر والاحمر. المهم بروجيكتور مزيان في